نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بمحافظة بني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطنية. الحضور كان متميز جدا، ان هو ضم كل الفئات وكل الاحزاب، تمثيل للمراه وتمثيل للشباب، تمثيل للنقابات وللفلاحين واهالينا في القرى. موضوعات كتير جدا اتفتحت، افكار ومقترحات وتحديات اتناقشناها. من ضمن الحاجات دي كلها حاجات هنستفيد منها احنا كنواب، ان احنا يتم عرضها في المجلسين النواب والشيوخ. النهارده احنا موجودين في بني سويف في اطار الفعاليات اللي بتقيمها التنسيقيه من حوالي 10 أيام على هامش الحوار الوطني، من أجل الاستماع لآراء أهالينا في المحافظات وفي القطاعات المختلفة، في الجامعات، في الاتحادات، في النقابات، حتى داخل مقرات التنسيقية في ورش العمل وفي الصالونات، إثراء الحوار الوطني بمزيد من الأفكار من أرض الواقع. النهاردة كان في لقاء بيضم عدد كبير جدا من المواطنين في محافظة بني سويف، تم مناقشة فيه كل القضايا اللي بتهم المواطن في بني سويف، بداية من الصناعة مرورا بالزراعة. شارك في اللقاء ده عدد من رجال الأعمال ومن الصحفيين والإعلاميين ومن النقابات المختلفة، وكمان شارك فيه عدد من ممثلي الجامعات الأهلية والأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي.